يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف نفرق بين من هو من أهل الفترة الذين يمتحنون وبين أهل الشرك مثل والدي الرسول صلى الله عليه وسلم الذين ماتا قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام، فقد يقال إن الحجة لم تقم عليهما وإنهما من أهل الفترة، فكيف الجواب؟ نحن نمشي على الظاهر، هما ماتا مشركين، ما نحكم عليهم في الآخرة وإنما نحكم عليهم في الدنيا، فلا نستغفر لهم ولا نترحم عليهم، أما في الآخرة فأمرهم إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.